ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم فيديو جديد ومع قناتكم قناة هيلب مي تو وين. طبعا مع منصة التاسك تاج ازاي نكسب 1 دولار من مهمة موجودة. طبعا المنصة اندر تيست تحت الاختبار، بنختبر هذه المنصة، مهمتها بتكون عالية جدا، وحد السحب من هذه المنصة هو 15 دولار. طبعا بالنسبة للمنصة طبعا في مهمة موجودة، مهمة جميلة جدا. فالمهمة بتقول لك يا سيدي اللي انت تكسب في هذه المهمة 1 دولار، وده الحاجة الأكيدة في هذه المهمة. تعالوا مع بعض نعمل هذه المهمة ونضمن الـ1 دولار في 2 أو 3 دقايق، هنكون مخلصين هذه المهمة. وتعالوا نشوف هنعمل هذه المهمة ازاي. فاصل بسيط ونواصل. اهلا وسهلا بكم من جديد وعودة بعد الفصل. طبعا تعالوا مع بعض كده ونشوف المهمة عايزة ايه. اللي قيمة المهمة بـ1 دولار، بيقول لك سيدي بليز ريكورد ات ليست وان اور مور سنتس، اعمل جملة او اكتر من جملة which you are daily often in the Tamil language، باللغة التاملية، مستخدمة بشكل يومي باللغة التاملية. Like how to doing what you have been، تعمل ايه، what is the price of the common daily used، حاجات مستخدمة، كلمات مستخدمة وجمل مستخدمة بشكل يومي. طبعا مش هتاخد الحاجات دي. طيب بيقول لك submit audio، عاوز ملف صوتي MP3 file، وبيقول لك اكتب التكست in the field تميل and in English، باللغة التاملية وباللغة الإنجليزية. طبعا what are you used to، also please mention that we are based at or which special local original accents was spoken. طبعا عايز حاجة، طبعا يعني بيقول لك يا سيدي ان عايز باللغة الانجليزية والتاملية، تكتبوا له في صندوق الوصف. والملف الصوتي هنعملها ازاي هذه المهمة، طبعا من كلمات مستخدمة بشكل يومي فاتح لك الدنيا. طبعا بعد كده هنتجه الى شات جي بي تي. ايوه اول حاجه هستخدمها شات جي بي تي. هتقول لي انا مش عندي شات جي بي تي، هقول لك الشات بتاع جوجل، هتقول لي هقول لك الشات بتاع المايكروسوفت ايدج، اي اداه تابعه بالشات جي بي تي كله موجود على الانترنت. واسيب لك جميع الفيديوهات اللي انا اتكلمت عن جميع انواع الشات، سواء شات جي بي تي او شات جوجل او مايكروسوفت ايدج. هسيب لك اللينكات كلها في صندوق الوصف، شوف الحلقات دي. طيب انا معايا شات جي بي تي، فقلت له اقول لي يا سيدي 5 جمل باللغه الانجليزيه مستخدمه في المطار. بدا يحط خمس جمل باللغه الانجليزيه، تمام. وبعد كده قلت له ترجم لي اللغه العربيه ليا انا عشان افهمها. بدا ان هو يترجمها لي الى اللغه العربيه، وحاجات زي بطاقه الصعود والهويه للتفتيش في نقطه تفتيش امنيه، تبع سلامتكم ويرجى البقاء جالسين وقت احزمه الامان، تمام. اذا كان لديكم اي اسئله او تحتاجون اي مساعده، برجاء عدم التردد في طلب المساعده من احد افراد الطاقم في المطار. ده كلها شويه جمل كده ترجمتها للعربيه، ده ليا انا، ولكن يهمني هي اللغه الانجليزيه. فتعالوا ناخد الـ5 جمل دول اللي باللغه الانجليزيه اللي احنا كتبناهم، وتعالوا نحولها الى اللغه التميل بمنتهى السهوله والبساطه. نيجي هنا للتاسك بتاعنا واقول له اتفضل 5 جمل باللغه الانجليزيه. يبقى ادي هاجي هنا واسميها، اقول له ده اول جمله باللغه الانجليزيه، وبعد كده دي الجمله الثانيه اللي باللغه الانجليزيه، وبعد كده هقول له ان دي الثالثه، وبعد كده هنقول له ان بعد كده ان ده الجملة رقم 4، وبعد كده الجملة 5 باللغة الانجليزية. طبعا نكتبها له بالشكل ده كده. نيجي هنا بعد كده يا سيدي، نيجي هنا سيب مسافة، ونهاية الجملة التانية هتسيب مسافة، ونهاية الجملة التالتة هتسيب مسافة، بعد كده هتسيب مسافة، تمام. يبقى كده الـ5 جمل بتوعنا، تمام. طيب حاجة تاني على الشات جي بي تي، أنا عملتهم باللغة الإنجليزية أدي 5 جمل، وترجمتهم باللغة العربية ليا أنا عشان أفهم أنا بعمل إيه، وبعد كده قلت له ترجم إلى اللغة تميل، تمام. بدأنا نترجمها بعد كده إلى اللغة التميل. طبعا هنقوم جايبين الجملة بالشكل ده كده، وأقول له أدي أول جملة كوبي، وأجي هنا هقول له أدي يا سيدي بيست، ده أول حاجة. وبعد كده ندي فاصل وتعالوا إلى التانية. الثانية، تمام. وبعد كده فاصل، بعد كده نأتي للجملة اللي هي 3، الجملة الثالثة اللي هي دي بالشكل ده كده كوبي، بعد كده هنيجي هنا نحط له بيست. يبقى كل جملة والترجمة بتاعتها بمنتهى السهولة والبساطة. نيجي بعد كده للي بعد كده،
بالشكل ده كده، واقول له كوبي، واجي هنا هقول له بيست، واسيب مسافة. بعد كده هنتجه للجملة الخامسة بالشكل ده كده، تمام، ونترجمها له يبقى هو عايز ده. يبقى ده نص كده المهمة خلصناها كده، نص المهمة خلصناها بالشكل ده كده بيست. يبقى الخامسة، ده الرابعة، ده التالتة، ده التانية، ادي الأولى. يبقى ده أول حاجة بقى من شات جي بي تي، تقول له قول لي الخمس جمل باللغة الإنجليزية واستخدمها في المطار، عملتها له باللغة الإنجليزية، وبعد كده حولتها إلى لغة التمييل. تمام، حولناها للغة التمييل، وبعد كده أخدنا الجملة الأولى باللغة الإنجليزية ونسخناها، والجملة الأولى باللغة التمييل ونسخناها، تمام، بالشكل ده. يبقى الجزء المتبقي معانا بعد كده إن إحنا نحول الخمس جمل دول إلى اللغة التمييل. هنعمل إيه؟ هنيجي بقى هنا واخدين كوبي للخمس جمل دول، واقول له كوبي كلهم مع بعض كده، واتجه الى منصه مهمه جدا اسمها 11labs.io، منصه تعمل بالذكاء الصناعي، وده جميع اللغات اللي بتدعمها ومنها التميل. اضغط على التميل بمنتهى السهوله والبساطه، جاب لك نص بالشكل ده. வாழ்க்கை ஒரு வாழ்வதற்கான بس كفايه، அற்புதமான அவசரத்தை கொண்டுள்ளது. بس كفايه. بعد كده هنيجي هنا واقول له بيست، وهعمل لك 333، نعمل بيست كده للخمس جمل. وتعالوا نشوفها كده بلغة التمييل. ابتدي يعمل معاينة الأول للجملتين اللي أنا اديتهم له. ஒன்று, உங்கள் போர்டிங் பாஸ் மற்றும் அடையாளத்தை பரிசோதனைக்கு தயாராக கொண்டிருக்கவும் என்று எல்லா துணை பொருட்களுக்கும் நினைவு, அனைத்து துணை பொருள்களையும் ஜெல்ஸ் மற்றும் ஏரோசால்களை பரிசோதனைக்கு ஒரு தெளிந்த குவாட் அளவுக்கு. طبعا طبعا قال لك الاولى والثانيه كده، تمام، وتيجي هنا على الملف اللي هو ده داونلود اوديو، تمام، ونعمل داونلود للاوديو بالشكل ده كده، وده الملف الاولاني. طيب بعد كده ناخد جملتين كمان، ادي عشان هو محدد لي على اللابس اللي هو ليفل لابس، قال لك 333، فاخدت بس الاولى والثانيه، وناخد بعد كده الثالثه، وادي الرابعه كمان، تمام. وتعالوا بعد كده على طول اقول له انطق كده، او شوف الحاجه المكتوبه ايه، هيستنى عم يحبل معانا بالشكل ده كده. مونتري فيمانا اريفيب، بدأ ان هو يتكلم. مونتري يعني ثلاثة. طبعا وهنا داونلود، هقول له اعمل لي داونلود، تمام. وبعد كده بيبقى معانا الجملة الخامسة. انت ممكن تعمل جملتين كفاية، لكن انا بحب اعمل يعني خمس جمل، يعني طبعا عندي بحيث ان هو يشوف ان في مجهود بيكون مبذول، ممكن واحدة او اتنين او تلاتة يقول لك يعني الدنيا سهلة، او ممكن ما يقبلهاش، لكن عشان يقبلها ويعني بحط خمس جمل. فخلينا نتجه الى ال 11 لابس واقول له الجملة الخامسة بالشكل ده كده، تمام، واقول له ادي يا سيدي الخامسة، واقول له شغل، اعمل معاينة الاول. عندي انجلي اي دي يعني خمسة. نتجه بعد كده الى الداونلود واقول له ان ده هي الخمسة. يبقى كده عملنا داونلود خلاص، وابتدي ان هو يشغلها لك خلاص كده، تمام. طبعا احنا عملنا كده الخمس جمل باللغة الانجليزية والتميل، ولكن في الشوز فايل عشان نعمل ابلود للفايل بتاعنا ام بي سي، وعايز فايل واحد بس، وانا دلوقتي انا معايا ثلاثة فايل، يعني انا معايا ثلاثة فايل، ولكن هو مطلوب فايل واحد بس. هعمل ايه؟ يعني تاخد فايل واحد بس اللي هو الاولاني، اللي هو الجملة الأولى والتانية، وتحذف الباقي وتكمل المنصة بتاعتك، أو تعالى تستخدم منصة اسمها الأسبوبوس. إيه أسبوس ده؟ الأسبوس ده منصة بتجمع ملفات أو ملفات مجانية على الإنترنت، للدمج الملف بجمع ملفات الـ MP3 مع بعض وتديك ملف واحد، منصة ممتازة جدا، تقدر تستخدمها كده وهي مجانية، وإنها بتديك ملف MP3 في النهاية، أنت بتعمل دمج ما بين الملفات. هنا تقول لك ارفع الملف بتاعك، هنقول ادي يا سيدي نشوف الملف الاولاني اللي هو ده، ده الملف الاولاني، وتعالى ندوس تاني على الملف التاني، وبعد كده الملف التالت كده، جمعنا تلات ملفات. هو قال لك ارفع ملفين بس، هو دمج ما بين ملفين، تمام. ممكن يدمج ما بين ملفين، ممكن الجملة الخامسة نشيلها، مفيش أدنى مشكلة، وابتدي أقول له دمج. ادي 15% هوب 60% هوب هوب كده، في ثانية بدأ ان هو يدمج ما بين الملفين.
بعد كده هقول له التحميل الآن، أو ممكن نقول لك دمج إلى دمج ملف تاني معاه، تمام. ممكن أقول ادمج مع الخامس، ولكن خلينا نقول التحميل الآن، تمام. وتعالوا نستخدم تاني المنصة دي هنا تاني، ونقول الملف اللي احنا دمجناه اللي هو ده، اللي احنا دمجناه، وتعالوا ناخد الملف اللي هو الخامس. انا عايز احط الخمس ملفات، ادي الخامس، وابتدي اقول له دمج، ابتدي ان هو يدمج في ثواني يا جماعه، بيدمج الملفات في ثواني. منصه مجانيه وهي اسمها الاسبوز. بعد كده هنقول له التحميل الان، تمام. يبقى انا كده معايا الملف النهائي بمنتهى البساطه، واقول له ابلود للفايل ده بتاسك، تمام. ادي الملف بتاعنا اللي هو ماي ايكوال تاسك تاج، وبعد كده ابتدي اضغط على كلمه ريكويست فور كومبليت. يبقى الملف ده اللي احنا عملناه، عملنا دمج ما بين ملفات وبعضها. يبقى احنا نستفيد بالمنصات اللي احنا اشتغلنا عليها. يو جوب بو ريكويست هاز بين تيكن، خلاص كده الدنيا بتكون تمام. حملنا له الملف والدنيا بتكون تمام. يبقى كده المهمة بتكون انتهت، وان شاء الله مبروك عليك ال1 دولار ان شاء الله. طبعا احنا اثبات هيكون بعد ما نصل الى 15 دولار. طيب حد تاني هيقول لك انت وصلت لكام؟ بس المنصة دي هنعيبها واحد، ان تقعد اسبوعين عشان تاخد ال1 دولار وتاسكات بتتقبل. احنا وصلنا لكام؟ وده اسئلتكم معانا على التاسك تاج يا جماعة. طبعا احنا وصلنا لهذه المنصة حتى الآن إلى $1.91، يعني حوالي $2 على هذه المنصة من 15 تاسك. ولكن هبتدي أعمل تاسكات اللي هي ب1 دولار على طول، بحيث إن احنا نصل إلى 15 دولار كحد سحب، ونشوف منصة صادقة أم كاذبة. بالتوفيق طبعا للجميع، واتمنى تكون استفدتم واستفدتم من المنصات. وقبل النهايه هقول لك اللغه التاميليه. اللغه التاميليه هي ما احنا فاهمين هي لغه ايه؟ يعني اغلب الناس اللي كانت معانا الفيديو حتى هذه اللحظه هي لغه ايه؟ اللغه دي يا جماعه هي لغه ولايه اسمها تلمنادو في جنوب الهند، ولغه الجزء الشمالي والشرقي جزيره سريلانكا، وبيتحدث باللغه دي حوالي 80 مليون نسمه، تمام. في بعض البلاد في ماليزيا، سنغافوره، جنوب افريقيا، ثايلاندا، فيجي، موريشيوس، البلاد دي كلها يا جماعه بتستخدم اللغه التاميليه. ده كوجه استفاده من هذه اللغه. بالتوفيق طبعا للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.